السلام عليكم. معرفة من قام بزيارة حسابك على الفيسبوك. منتشر فيديوهات كتير جدا عن كيفية معرفة من قام بزيارة بروفايلك على الفيسبوك، وأغلب الفيديوهات دي المعلومات اللي فيها غير صحيحة، لأنه لو توجد طريقة لمعرفة من قام بزيارة بروفايلك على الفيسبوك، والكلام ده ممكن أنت تشوفه بنفسك في مركز المساعدة في الفيسبوك. ولو فتحنا المساعدة والدعم في الفيسبوك مركز المساعدة وبحثنا عن معرفة من قام بزيارة الحساب، من زار ملفي الشخصي، من يشاهد ملفك الشخصي على فيسبوك، وزي ما احنا شايفين لا يسمح فيسبوك للأشخاص بتتبع من يشاهدون ملفاتهم الشخصية، لا يمكن أيضا للتطبيقات التابعة لجهات خارجية توفير هذه الوظيفة. وأيضا الفيسبوك بيقولك إنه في تطبيقات بتكون موجودة على المتجر، والتطبيقات دي بتكون غير حقيقية، والغرض منها هي سرقة الحسابات أو استخدام الحسابات الشخصية للناس اللي بتشترك في التطبيقات دي، إن هم يعملوا بيها تسويق لبعض المنتجات وبعض الصفحات والمجموعات على الفيسبوك. وبالتالي لا توجد طريقة لمعرفة من قام بزيارة بروفايلك على الفيسبوك، وأغلب الفيديوهات دي الكلام اللي فيها غير صحيح. وفي النهاية ريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.